مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم، إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأسبوع القادم. خلال فترة الأسبوع القادم أجواء صيفية معتدلة إلى صيفية عادية، درجات الحرارة قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، هذا أثناء النهار، ولكنها أثناء الليل بتكون أجواء صيفية لطيفة إلى معتدلة. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية. يوم الأحد أجواء صيفية معتدلة بالنهار، صيفية لطيفة ليلا، الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية معدل العظمى بحدود 32 ومعدل الصغرى 22، معدل درجة الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الوسطى 29 ومعدل الصغرى بحدود 21 درجة مئوية، معدل درجة الحرارة العظمى في المرتفعات الجنوبية 26 ومعدل الصغرى 17. طبعا الأغوار أجواء حارة ودرجة الحرارة العظمى تتراوح ما بين 38-39، والصغرى بتكون بحدود تقريبا 28-29 درجة مئوية، وأيضا الأجواء في العقبة أجواء حارة 39-29 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الشرقية أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا 31-21، الرويشد والبادية الشرقية أجواء حارة 36-23 درجة مئوية. يوم الاثنين ارتفاع على درجات الحرارة، ارتفاع قليل لكنها بتكون تقريبا حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، معدل عظمى في المناطق الشمالية 33-22، معدل العظمى في المناطق الوسطى 31-21، ومعدل العظمى في المرتفعات الجنوبية 27 ومعدل الصغرى 18. الأغوار أجواء حارة والحرارة العظمى بحدود 39 درجة مئوية، وفي البحر الميت بحدود 40 درجة، والصغرى بحدود 30 درجة مئوية. العقبة أيضا أجواء حارة 40-29، البادية الجنوبية الشرقية 31-21، والبادية الشرقية أجواء حارة 38-23 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا استمرار الأجواء الصيفية العادية، وفي معدل عظمى في المناطق الشمالية 32 والصغرى 21، معدل عظمى في المناطق الوسطى 29 والصغرى 21، معدل العظمى في المرتفعات الجنوبية 27 والصغرى 18، الأغوار ما بين 39-40 أجواء حارة والصغرى بحدود 30 درجة مئوي، والعقبة 40-29، والبادية الجنوبية الشرقية العظمى 30 والصغرى 20، والبادية الشرقية أجواء حارة 37-22 درجة مئوية. يوم الأربعاء أيضا استمرار الأجواء الصيفية العادية، درجات الحرارة حول معدلاتها تقريبا في مثل هذا الوقت من السنة، معدل العظمى في المناطق الشمالية 32 ومعدل الصغرى 21، المرتفعات الوسطى معدل العظمى 29 ومعدل الصغرى 20، المرتفعات الجنوبية معدل العظمى 26 ومعدل الصغرى 17، الأغوار أجواء حارة ما بين 38-39 العظمى والصغرى ما بين 28-30 درجة مئوي، وخليج العقبة أجواء حارة والعظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية. المناطق أو مناطق البادية الجنوبية الشرقية 29-19، والبادية الشرقية أجواء حارة 37-22 درجة مئوية. يوم الخميس أيضا تستمر الأجواء الصيفية العادية، تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها، والمعدل العظمى في المناطق الشمالية 32 ومعدل الصغرى 21، معدل العظمى في المرتفعات الوسطى 29 ومعدل الصغرى 20، المرتفعات الجنوبية معدل العظمى 27 ومعدل الصغرى 17، الأغوار أجواء حارة
39 إلى 40 العظمى، والصغرى ما بين 29 إلى 30 درجة مئوي، وخليج العقبة أجواء حارة، العظمى المتوقع 40 والصغرى 28، البادية الجنوبية الشرقية 31 إلى 20، والبادية الشرقية أجواء حارة 37 إلى 23 درجة مئوية. يوم الجمعة القادم ارتفاع على درجات الحرارة، أجواء حارة نسبيا، تصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، ومعدل العظمى في المرتفعات الشمالية 34 والصغرى 22، المرتفعات الوسطى معدل العظمى 31 ومعدل الصغرى 21، المرتفعات الجنوبية 28-18، والأغوار أجواء حارة 40، معدل العظمى 40-41، ومعدل الصغرى بحدود 30 درجة مئوي، العقبة أجواء حارة 41-29، البادية الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا 33-21، وأيضا البادية الشرقية أجواء حارة 39-24 درجة مئوي. إذن هناك ارتفاع على درجات الحرارة ابتداء من يوم الخميس والجمعة بإذن الله، لتصبح تدريجيا أجواء حارة نسبيا. مشاهدينا، نتمنى الجميع أوقات سعيدة، وشكرا لمتابعتكم، ولكم تحية طيبة مني ومن طقس العرب. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.